عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. خلونا معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. مقدار المد 4 حركات. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. 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 فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. رقق الراء. واستغفر. 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 أسمع منك. واستغفر. 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 واستغفر غلط. واستغفر. واستغفر. يعني اكسر الفاء. واستغفر. واستغفر. أيوة، إذا كسرت الفاء تتعدل الراء. واستغفر. واستغفر. أسمع منك. واستغفر. 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 سميح. واستغفر. 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 لا تفخم التاء. واستغفر. واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد.
لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين ولي دين ولي دين جزاكم الله خير. خلونا معا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معنا اليوم سورة النصر. إذا جاء، هذا أول الأحكام، وهو المد، حرف مد أتى بعده همزة في كلمة واحدة، وهذا المد يسمى المد المتصل. فنقول إذا جاء، إذا جاء، لاحظوا المقدار واحد، أربع حركات. إذا جاء، إذا جاء نصر الله والفتح. شوفوا الهمزة وبعدها نون، وكلهم في التفخيم سواء، عفوا في الترقيق سواء. إذا جاءنا، إذا جاء نصر، مو إذا جاءنا، لا، إذا جاء نصر الله والفتح. شوف الحاء أعطيناها حقها، وهذا هو التجويد، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. ورأيت الناس، شوف وراء الراء إذا كانت مفتوحة مفخمة. ورأيت الناس، ورأيت الناس، شوف النون المشددة أيضا. ورأيت الناس يدخلون، الدال دائما قلنا إذا كانت إذا كانت ساكنة تكون من أحرف القلقلة. يدخلون، يدخلون في دين الله أفواجا. شوف قلنا أفواجا، أعطينا الفاء حقه، ما قلنا أفواجا، لا، أفواجا. يدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله، في دين الله، ما قلنا في دين الله. يدخلون في دين الله أفواجا، لاحظوا المد الطبيعي أن نعطيه حقه في المقادير. يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح، فسبح، شوف الحاء من أحرف الهمس، فحثه شخص سكت. فسبح بحمد ربك واستغفر، واست غلط، واست، واستغفر، شوف الغين المفخمة لكن التاء اللي قبلها ما لها شغل فيها مرققة. واستغفر، شوف الراء لأنها ساكنة وقبلها كسر نرققها، نقول واستغفر، واستغفر، إنه كان توابا، إنه كان توابا، توابا، لاحظوا التشديد، توابا، ما نقول توابا، توابا، نرقق الباء هذه لأنها من أحرف الاستفال، وأحرف الاستفال كل الأحرف الأبجدية سوى أحرف الاستعلاء أو أحرف التفخيم اللي هي خص، خص ضغط قض. خلونا معا. قل يا أيها الكافرون، ما نقول قل يا، لا، قل يا، قل يا أيها الكافرون. الكافرون هنا الفاء عليها كسرة، فنقول الكافي، الكافرون، ما نقول الكافرون، الكافرون، لا، نوضح الكسرة في الفاء. وكذلك الترقيق في الألف، الكاء، الكاء، قل يا أيها الكافي، قل يا أيها الكافي، نوضح الفاء، قل يا أيها الكافرون. الراء مضمومة فإذا هي مفخمة، نقول قل يا، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، شوف الهمزة، لا أعبد، لا أعبد ما تعبدون، شوف النون وضحناها. كذلك ولا أنتم، الهمزة أيضا، ولا أنتم، نوضح الهمزة.
ما نقول ولا أنتم ولا أنتم ما نسهلها لا ولا أنتم عابدون ما أعبد عابدون معابدون لا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنا ولا أنا شوف ولا أنا شوف الهمزة ولا أنا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم شوف المقدار عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد شوف الإخفاء هني نون ساكنة بعدها تاء ولا أنتم عابدون ما أعبد أخفينا النون مع المقدار الحركتين لكم دينكم ولي دين ولي مو ولي لا لكم دينكم ولي دين ولي دين ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.